الله يا خويا. متى وصلت؟ على رجليا طحت. والحمد لله انا واقفه، الحمد لله حضر الخير، حضر رجال الجماعه، حضر البوليس، حضر كل شيء الحمد لله. ديك الساعه وراه جالسه. علي احفظك. دائما النظر كسيد الباشا والسيد رئيس المنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي، يعني مجهودات جبارة، يعني اللي كانوا هما الأولين هنايا وقعت الحادثة هكا. شنو وقع؟ من نجي السكان ديال حي المحمدي دير مولاي الشريف، اليوم ما عندناش حنا فين غنباتوا. سلكت والديا ساكنين هنا ساكنين هنا. كيفاش خرجتوا من الدار؟ بات لينا هاد الدار هادي اللي متكي عليها بدات كطيح من برا، والبلافون الفوق السقف بدا كيطيح، والجليج اللي في جنبه بدا كيطيح، شويه تهبط الدار كامله. داخلين في الدار. وبالنسبه لشحال من واحد كان ساكن في هذا المنزل؟ عائله. الدار طاحت. عائله. تفاجئنا من هاد الدار هادي بدات كطيح على برا، وفاش دخلت انا الدار السقف بدا كيطيح هو الاول، والجليج تبدا كيطيح في الجنب، والدار من شحال هادي هي بحالك. واخا كانت بحال ما كانوا ساكنين فيها؟ ساكنين فيها حيت ما عندناش حنا، ما عندناش في غنسكنوا. اليوم ما عندناش حنا في الزنقه، ما عندناش في غنريحوا. واش خرجوا؟ واش عطات شي انذار؟ من على برا والسقف بدا كيطيح. وانتم اش خرجوا؟ احنا نخرجوا، خليت كل شيء عندنا، حوايجنا كل شيء بقاو تما. ما حتى شي واحد ما بقى تما؟ حتى واحد ما بقى خويا تما. شحال من واحد كان ساكن؟ وبالنسبه واش كانوا مراوات كبار؟ مراوات كبار. انت اللي خرجت؟ خرجت والديا والدراري كاملين، جيراننا كاملين خرجوا. كنشوفوا ان الغبره وهذه؟ هي الغبره وكنخرجوا. واخا كانت هذيك الغبره واش ما خفتوش يعني؟ واش غدير انسان لا الا ينقذ النفس ديالو؟ راه الحمد لله فانا عندي افضل في والديا خرجوا. راه مده 40 سنه. ما دايرين لنا حتى شي حاجه، باقي ما شفنا حتى شي حاجه. ما قالوا لنا والو. لا باقي ما شفنا والو. ما باقي ما شفنا حتى شي حاجه. باقي ما شفنا والو، حنا ما شفنا حتى شي حاجه. شي حاجه انا. لا باقي، فهادي باقي ما فاش جاو على حساب هادي، وهادي باقا. حيت ما مستافدين حنا حتى شي حاجه. تقريبا شكون بقى عاقل بعد ديك 9:30 بحال هكاك؟ بحال هكاك بدات كطيح. الله يجيك. دخلت انا عاد دخلتي للدار ولا دخلت هي تبدات تطيح؟ مع دخلت بديت لقيت هذه انا والوالده، دخلنا هي تبدا تطيح، طاحت هذه الشاديه منه على الداخل وبدا كيطيح السقف والجليج بدا كيطيح. تبارك الله، عمر جديد. الحمد لله، وفاش خرجوا لي والديا على سلام الحمد لله. شحال كنتوا انتوما؟ شحال من واحد كان؟ خويا حنا عائلة، خوتي كل شيء كاين، ولادي كل شيء خرج. واخا انتوما كنتوا عارفوا غطيح كنتوا ساكنين، ما عندكوش دراويش؟ ما عندناش اخويا، الساكن ما عندناش. درويش راه هو هذا، ما عندناش فين غنخرجوا. بوفري يلاه كيجيب واحد 30 درهم في النهار، لا جابه ومطيف مع الماء والضو ديالو وكراه. اخويا بغينا نستافدوا تاعنا، ما عندناش فين غنخرجوا، ما عندناش فين غنباتوا. خويا حتى حنا بغينا نديرو شي السكن ديالنا، عطيونا شي من الاستفاده ديالنا حيت ما عندناش، حنا فقراء. حنا مبقاو عا في الزنقه في هذا البرد هذا، في هذه الحاله هذه اللي كاينه.
الطلب ديالك؟ الطلب ديالنا بغينا نستافدو تاعنا. والإحساس ديالي هات كتشوف أطاعكم طاحت عليا ومشاو ليا والديا فين غنوليك؟ الحمد لله على سلامتنا فاش خرجوا ليا والديا وعلى سلامتنا. كاين الله ربي كبير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.